السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم ناخد حرف جديد، حرف كيو. المذكرة لا تحتوي على حرف الكيو، إذا جبت لكم يعني زي ورك شيت من خارج المذكرة. حرف الكيو حرف سهل في الكتابة، هو عبارة عن دائرة. هنعمل دائرة بالشكل ده، طبعا بنبدأ من اليسار إلى اليمين، وبعدين من تحت بنعمل خط مائل. عندي هنا في كلمات، يعني مثلا صوت البطة، كواك كواك إذن كيو إز فور كواك. كمان هنا عندي جملة محتاج منها بس كلمتين دول اللي هكتبهم، والباقي يعني إز طول مش هكتبها. يعني عندي هنا كلمة كوين كوان، كوين كوان، الكلمات اللي تبدأ بالكيو. حرف سمول بيكون نفس رقم 9 اللي بنكتبه، رقم 9، ونعمل له شرطة من تحت. لما نعمل رقم 9 بس يكون على الخط الأوسط، بنعمل دائرة وننزل تحت وبعدين نطلع فوق بشكل بسيط. نقرأ الكلمات مرة تاني. Queen Quinn is tall. كمان عندي في جملة تحت the boys were quiet. Quiet. هلاحظ شيء في حرف الكيو، حرف الكيو لا يأتي مفردا أبدا، هو طبعا ينطق كحرف كاف أو قاف في اللغة العربية، والملحوظة إن إحنا دايما بنلاقي حرف الكيو بيجي وراه يو، ما بيجيش مفرد، كيو يو. هنلاحظها في الكلمات اللي معانا، كواك، وكلمة كوين كيو يو، وكلمة كوين كيو يو، وكلمة كوايت كيو يو. إذن بنسبة كبيرة حرف الكيو يأتي دائما وراءه حرف يو. كده نكون خلصنا حرف الكيو، شكرا جزيلا لكم.